اسمي رزان المصري من محافظة البلقاء السلط، موظفة في وزارة الشباب وبرضه بشتغل كمتطوع مع Generations for Peace. احنا اليوم موجودين لحتى نكتسب مهارات كيف احنا نكسب تأييد لقضية معينة في بناء السلام، وعم ناخد تعريفات في بناء السلام، العنف والصراع، وانه احنا كيف نوظف الاشياء اللي احنا بنشتغل عليها والخبرات اللي بنكتسبها من هون في هاي القضية لحتى نكسب التأييد عليها. ضمن برنامج كسب التأييد من أجل بناء السلام واللي بتنفذه هيئة أجيال السلام بالتعاون مع الـ UNDP، نفذنا فعاليتين في محافظة البلقاء. الفعالية الأولى كانت بتستهدف فئة من عمر 18 ل 24، حاولنا نعزز مفهوم المرونة لدى الشباب حول التشاجرات العشائرية. أما الفعالية الثانية كانت بتستهدف العمر من 14 ل 18 سنة. هاي الفئة كانت بتمتلك المساحة الكافية لحتى إحنا يكون لنا دور الأساسي في توعيتهم. تجربتي بهذا البرنامج بتوقع انها تجربه كثير ساميه، لانه احنا اشخاص عم ننقل رساله لشباب، وعم نوظف معنا سفراء لحتى ينقلوا هاي الرساله وينشروها للشباب اللي معهم، اقرانهم، اصحابهم، اقاربهم، ممكن ابناء حيهم.